Aufstieg in den Abstieg. Ganz unten. تماثيل بشرية على خشبة المسرح وتقرأ النصوص أيضا. أحدث صيحة فنية لإيرفين فورم. إنها تماثيل من العبارات، وهي كلمات تدور حول موضوع معين وتتشابك مع مواضيع رئيسية تتعلق بوجود الفن من نجاح وفشل وإبداع. شارك ماتياس هارتمان مخرجاً ومؤلف دراما في تحويل كتابات فورم إلى نصوص مسرحية خلال رحلات جوية طويلة. إيرفين فورم مسرحي ممتاز يشد اهتمامي. إنه يربط التفاهات بأسئلة جوهرية ذات علاقة بالفن والإنسان. إنه في الواقع فنان راديكالي. افتتح الاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيس معرض روباك في سالزبورغ بتماثيل العبارات لفورم. يعرض روباك إضافة إلى فورم لكثير من الفنانين كبازيليتس ويوزيف بويس وإندي فورهول. أعتقد أنه إذا أراد المرء أن يبقى عارضاً فيجب عليه أن يكون قريباً من الفنانين قدر الإمكان، وغالباً ما يكون الخطر في التحول إلى السوق أكثر منه إلى الفن. هذه الفكرة تعود إلى إيرفين فورم الذي يعد من أنجح الفنانين المعاصرين. إنه أمر مضحك ومثير للعواطف أن يكون المرء في الصفوف الأمامية. الأهم من ذلك هو صياغة العمل الفني الذي يعتمد على ديمومة الحركة والتشويق فيه، وهذا هو التحدي الحقيقي. هذه الأمور يقوم بها المؤلف الذي يجلس خلف مكتبه ويدير الأحداث والمعارك الوهمية، إلا أنها بالنسبة له أحداث ضخمة تتملكه. في نهاية التسعينيات استطاع فورم أن يبدأ مسيرة نجاحه الفنية من خلال عمله One Minute Sculptures، ويقدر النقاد دعابته، فهو يحول منزل والديه دائما إلى عمل فني على سطح أحد المتاحف، أو أنه يعيد تشكيل قناة غراندي في مدينة البندقية. يذهب المرء إلى هناك ويطور نوعا من الشعور برهبة الأماكن الضيقة التي تنسجم مع المجتمع الذي ترعرعت فيه. هذا يثير البكاء أكثر من الضحك. إنها نظرة مختلفة للواقع. أنا لا أحب العواطف المتطرفة لأنها تجعل الناس أقزاما وضعافا، وبدلا من ذلك أفضل الأعمال التي تلهمنا روحيا. لكن تقديم تماثيل العبارات لجمهور متشكك أمر جديد بالنسبة لفورما. كنت في الواقع متوترا جدا، فهذا أمر جديد بالنسبة لي. عادة ما تكون المعارض هادئة. ضمن الجمهور الكثير من الفنانين وهواة جمع الفن المعاصر، ونالت تماثيل العبارات لفورم نقدا قاسيا. لم أشعر أن إهانة جامعي الفن تعنيني. وأعتقد أن العمل الفني يعكس الحس الذاتي للفنان في الساحة الفنية. أنا مندهش جدا، فخياله يحتوي على ثروة كبيرة. أنا رجل متشكك ولا أثق بالإطراء. يستخدم فورم حفل الافتتاح لشرح مفهومه عن الفن. أنت تجمع العبث، بينما الفراغ الناتج عن ذلك رائع ومهم جدا. وبعد ذلك ينشغل بمشاريعه الجديدة. لدي صراعات داخلية قوية، وأحيانا أقول لنفسي إنني وصلت إلى مستوى معين أريد الحفاظ عليه وتجاوزه أيضا. هذه هي الصراعات التي أعيشها في العمل، لذا ينتابني أحيانا شعور بالرضا وأحيانا أخرى بعدم الرضا، لكن هدفي هو الاستمرار في العمل. إيرفين فورم فنان يعيد اختراع العالم كل يوم.